افهم من سكاتك بقى انك مش مصدقاني. لأ ده انا كده هزعل بجد. امال لو ما كنتش حلفتلك على المصحف. وهو انا كنت شفت المصحف اللي انت حلفت عليه؟ في دي عندك حق، هبقى اصور نفسي وانا حطت ايدي عليه وابعتلك الصورة. يا خفيف، وانا اضمن منين انك انت حاطط ايدك ساعتها على المصحف؟ اسمع اما اقولك، انا هجيب لك موبايل عدل عشان تكلمني بيه في الفيديو. وعلى ايه المصاريف دي كلها يا ام؟ خدي محمود اهو اسأليه بنفسك. خد يا محمود، الحاجة مش مصدقاني. ايه يا بطل؟ وحشتيني. بقالك ساعة يا اما بتقرري في الواد، ما تسيبيه يشوف مصلحته بنفسه. هو انا كنت خدت رأيك انت؟ بقولك ايه يا واد يا محمود، الواد احمد لما كان بيحلف من شوية انه هيسيب السياسة وينتبه لدراسته، كان حاطط ايده على مصحف صحيح؟ معرفش، انا كنت في الحمام. حبكت يعني تخش الحمام دلوقتي؟ وايه اللي حبكت ياما؟ هي دي فيها حبكت؟ طب بقولك ايه، هاته قدامك دلوقتي وخليه يحط ايده على المصحف ويحلف عشان تبقى انت اللي شاهد. نزل يجيب لنا عيش، البيت ما فيهوش رغيف. بجد ولا بتكذب عليا؟ وهكذب عليك ليه بس ياما؟ بصي انا عايز اقولها لك بقى، بيني وبينك اهو، احمد مش موجود. احمد خلاص قرر يركز في دراسته عشان ما حدش ياذيه. طب اقول لك، انا بقى هقول لك على خبر، بس اوعي تجيبي سيره لابويا، خبر هيعجبك قوي يا امي. ايه قول يا رب خير. احمد اتخانق هو والجماعه بتوع المعارضه اللي معاه في الكليه، اكتشف ان هم عايزين يخربوا ووقفوا الدراسه. قال لهم لا لا، نعترض انما نخرب لا. بجد يا فرج الله. وهقول لك على خبر، انا عارف انك حطيتي من الفرحه لما تسمعيه، احتمال يعني، ما اعرفش، انا قلبي حاسس انه احتمال ينضم للحزب الوطني عشان يصلح من الداخل. معقوله؟ انا مش مصدقه نفسي. ايوه كده، خليه يلعب في المضمون، ان شاء الله ربنا هيرزقك من واسع وهيكرمك اخر كرم. خلاص بقى ياما، كفايه رغي، بقي وجعني من الكلام. يا غتيت، انا عارفه انك هتقول كده، بس بردك مش خساره فيك الدعوتين دول، وليك زيهم في الفجر ان شاء الله. اطمن يا حبيبي، ان شاء الله هتستلم شغلك وهتبقى فل الفل وهتفرح اخر فرح. ربنا يخليكي لينا يا بطل. خدي بالك من نفسك ياما، مش هوصيك. ما تجيبيش سيره لابويا بقى عشان ما يسمعش احمد كلمتين، وانت فاهمه بقى. لا ولا كلمه خالص، ابوك بعيد عني مش سامعني. اما اوعي تخري وتقولي حاجه لابويا. لا ما تقلقش خالص، هو جوه ومش سامعني. بقول لك ايه، خلي بالك من احمد، ده اخوك الصغير، انتوا مالكوش الا بعض. في عينيا ياما، احمد في عينيا. ربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا ليا يا حبايبي. خدوا بالكم من نفسكم ياما. السلام. ما اسمعش نفسك بعد اللي قلته عليك دلوقتي. ها انا داخل انام. ربنا يخليك يا كبير، بس مش واسعه شويه حكايه الحزب الوطني دي؟ يا واسعه، بس اللي جه على دماغي بقى. بصراحه اللي عملته ده على دماغي من فوق. عامه حقك عليا، وما تزعلش مني. ما بزعلش منك يا ابني، انا لاقي غيرك، احنا اخوات. الدلع يا عارس يا ابو لسان نايم، الدلع يا عارس وعروستك نايم. يا سلام، للدرجه دي المكالمه دي بسطتك قوي كده؟ حد يسمع صوت عياله وما يتبسطش؟ ربنا يسعدك كمان وكمان. طب ما تفرحينا معاكي، الواد محمود قال لي كيف المكالمه بسطك قوي كده؟ أصل الواد أحمد بسم الله ما شاء الله بقى من أكبر الثورجية بتوع الجامعة، يعني تقدر تقول كده بقى الراس الكبيرة بتاع المعارضة، ومدوخ ضباط أمن الدولة. يا سلام، وأنت من إمتى يعني الكلام ده بيبسطك قوي؟ إيه؟ حد يكره إن ابنه يبقى جدع وراجل؟ أمال يعني كنت عمالة تحل فيه يسيب السياسة وينتبه للدراسة؟ ده كان كله من ورا قلبي، انما برضو الواحد فرحان بان ابنه يبقى مركز في السياسه وفي الدراسه برضو. فاطمه، جهاز كشف الكذب مش مرتاح لك يا فاطمه. طب يلا يلا، شوف انت كنت بتعمل ايه، الحق عليا بعمل لك حاجه حلوه. يلا يلا، ما تمشي يا راجل. يو يقضي بقى. دلع يا عريس يا ابو لازم نايلون.
صحرا يا احمد. كسكسي وبليلة. بليلة بليلة يا احمد، بليلة بليلة.